أستاذ الشاعرة الكبيرة أستاذة عمير كوثر. لا والله لا وصف كبيرة وأنت ممكن هذا حقيقي مش كويس يعني. أنا تخينا شوية على عايزة أطول عليكم أقول لكم من قصيدة صغيرة بوتشيني. رصيت من الورق أربعة والخمسة سقفين اليوم جدران ورق أول جدار ستة ولي سنين المرار والحيطة دي البنت واقفة في الانتظار والسقف ده كان الولد لكن الولد طالع جبان مقدرش ياكل رغم انه كان جعان والحيطة دي واقف عليها قلب اسود من حديد وقصادها حيطة بقلب احمر بس برضه كان وحيد الكومي كان واقف بيتفرج عليهم من بعيد فكر في انه يلمهم الكومي كان لسه شباب على الارض نط من السحاب لقاها فاضية من الورق معرفش ضاع ولا اتسرق الكومي على الارض